أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي في دنياي وآخرتي. سيدي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن والدي ووالد والدي ومن أوصاني بالدعاء وقلدني الزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأهل
من ولدك كلمة تقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. الليلة ليلة التاسع من محرم، ليلة مختصة بابن الحسين علي الأكبر سلام الله عليه، نتوجه إلى زيارته. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها مظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن ولي، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلت وأبرأوا إلى الله وإليك منهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام هو على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام
إلهنا وسيدنا تقبل منا هذا العمل القليل بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من هذا المجلس المبارك الشريف وخدمة الحسين نهدي لهم ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد